عمليات البحث عن ضحايا حادثة القطارة في كربلاء مستمرة، والصحة تعلن عن 7 وفيات وتضامن دولي واسع. في الذكرى السنوية لتفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء، العراقيون يحيون المناسبة الأليمة وبريق القبة يسطع في سماء المدينة. الكاظمي في أرض الكنانة لحضور القمة الخماسية، ملفات الحوار بين الأشقاء واستراتيجيات الأمن والاقتصاد والمناخ أبرز المعطيات. مصادر الفرات تكشف عن استئناف حوارات السياسة خلال الساعات المقبلة، ودعوات لالتزام مبدأ الحوار كحل للخلافات. ستة عشر عاما مضت وما زال الألم يعتصر قلوب المؤمنين، تلك المناظر التي ما خلت إلا أن تجرح مقل العاشقين. قبة المعصومين العسكريين هوت، وهوت معها الأفئدة، أرادها الإرهاب فتنة وحولتها إرادة الخير وحدة. هكذا انبرى العقلاء وتدفقت الحكمة من أفواه حمت الدين وبيضة المؤمنين، وصوت المرجعية أحسنت التدبير في وقت وصلت القلوب الحناجر. واهم من يحاول أن ينال من المعتقدات والمقدسات، فجروا بحقدهم الدفين وما نالوا من الإمام اليقين. أين القاعدة وداعش والمجرمين؟ وأين العسكريين؟ قبة ومنارات تعانق السماء بالعز والإباء، كيدوا كيدكم فلن تمحوا ذكر أحفاد الحسين. أكدت مديرية الدفاع المدني أن عملية الإنقاذ والبحث والتحري ما تزال مستمرة في مكان حادث انهيار قطارة الإمام علي عليه السلام. وذكر بيان للمديرية أن فرق الإنقاذ مستمرة في عملية رفع الإنقاذ باستخدام الآليات الثقيلة والمعدات اليدوية من أجل الوصول إلى نهايات الأماكن المغلقة لانتشال الأشخاص العالقين تحت الركام. وأضاف أن فرق الإنقاذ تواجه مشكلة بالبحث نتيجة التضاريس الجغرافية لمكان الحادث، مشيرا إلى أن المزار له مخرج واحد ومحاط بتلال ترابية ولا يمكن استخدام محاور أخرى لانتشال الجثث. البيان أكد أن العمل مستمر على قدم وساق لحين التأكد من خلو المكان من أي مصاب أو جثة تحت الأنقاض. بدورها كشفت وزارة الصحة إحصائية ضحايا الانهيار الترابي في مزار قطارة الإمام علي عليه السلام غربي محافظة كربلاء المقدسة. وذكر بيان للوزارة أن عدد الضحايا بلغ 7 وفيات و6 إصابات، مؤكدا أن بين الضحايا 4 نساء ورجلين وطفلا يبلغ من العمر 3 سنوات. ما تزال فرق الإنقاذ مستمرة بعملية رفع الأنقاض والبحث عن آخر جثة تحت الركام في القطارة بكربلاء المقدسة، فيما أكد مدير الدفاع المدني انتشال 7 جثث و6 مصابين حصيلة انهيار التلة الترابية. محمد التميمي. أكثر من 50 ساعة مضت ولا زالت فرق إنقاذ الدفاع المدني والجهات الساندة لها مستمرة بعملية رفع الأنقاض والبحث عن المحاصرين جراء انهيار التلة الترابية على مزار قطارة الإمام علي عليه السلام غربي كربلاء المقدسة. استمرار عمليات البحث والإنقاذ مع الساعات الأولى من صباح اليوم الساعة 10 تماما تم إنجاز انتشال جثتين أخريين
أصبحت الحصيلة انتشال 7 جثث مع إنقاذ شخصين على قيد الحياة. بحسب المعلومات اللي أخذناها من ذوي الضحايا ومن القائمين على المكان، بقيت لدينا جثة واحدة يجري البحث عنها الآن. وصلنا إلى مراحل متقدمة من مسح مساحة المكان اللي تعرض للانهيار، ونأمل بأنه خلال الساعات القادمة القليلة أن نحصل على هذه الجثة. مباشرين لليوم الثالث على التوالي ضمن حملة البحث عن الضحايا حادثة القطارة. لواء 37 صفين باشر بالجهد الهندسي، كذلك الجهد الآلي والجهد البشري بتوجيه السيد آمر اللواء المحترم. كانت الحصيلة لهذا اليوم انتشال 2 جثة، بالإضافة إلى البحث جاري لحد الآن عن جثة واحدة، وإن شاء الله مستمرين لحين انتهاء الواجب. فرق إنقاذ الدفاع المدني أعلنت عن انتشال جثتي امرأة ورجل من موقع قطارة الإمام علي عليه السلام خلال الساعات الماضية، ليبلغ عدد الجثث التي تم انتشالها من قبل فرق إنقاذ الدفاع المدني 7 جثث، 4 نساء ورجلين 2 وطفل 1، وعدد المصابين 6 مصابين حصيلة انهيار التلة الترابية في قطارة الإمام علي عليه السلام. عملية رفع الأنقاض وإخراج الأشخاص وانتشال الجثث، العمل مستمر. اليوم دخلنا اليوم الثالث، جاوزنا 50 ساعة عمل مستمر ليل مع نهار. عدد الأشخاص اللي كانوا تحت الأنقاض لحظة حصول الكارثة هم 10 أشخاص. اليوم الأول أيقنا بأنه 2 معدهم على قيد الحياة من خلال التواصل معهم ومن خلال الكاميرات المراقبة الحرارية. وجدير بالذكر أن محافظ كربلاء المقدسة أوعز بتشكيل لجنة تحقيقية للكشف عن ملابسات الحادث ومحاسبة المقصرين. من كربلاء المقدسة، محمد التميمي، الفرات. قرر محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات حادث قطارة الإمام علي عليه السلام. وبحسب وثيقة صادرة من مكتب المحافظ على خلفية حادث انهيار التل الترابي في منطقة القطارة، تقرر تشكيل لجنة تحقيقية لإجراء التحقيق في الموضوع لمعرفة ملابساته وإكمال التحقيق ورفع توصياته بغاية السرعة. وأكد الخطابي أنه سيتم إغلاق الموقع الأثري بالكامل كونه يسبب خطورة على حياة المواطنين. وإلى التعازي وردود الأفعال السياسية والاجتماعية حول حادثة انهيار التل الترابي بالقرب من مزار قطارة الإمام علي عليه السلام بكربلاء المقدسة، حيث عز رئيس تحالف الفتح هادي العامري أسر وذوي الضحايا، مؤكدا على ضرورة مراجعة وتقييم شروط السلامة للزائرين في جميع العتبات والمشاهد المقدسة بشكل مستمر وبأساليب أكثر ضمان وحداثة لعدم تكرار هكذا حوادث مأساوية. من جانبه عز مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ذوي الضحايا بحادثة انهيار مزار قطارة الإمام علي عليه السلام في كربلاء المقدسة، مشيدا بدور فرق الإنقاذ والدفاع المدني في إنقاذ العالقين تحت الركام. من جهته طالب رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي بفتح تحقيق للوقوف على أسباب انهيار قطارة الإمام علي عليه السلام وضمان عدم تكرار هكذا حوادث، حفاظا على المواطنين والتراث العراقي. إلى ذلك، كشفت مديرية الدفاع المدني آخر مستجدات الأوضاع في مزار قطارة الإمام علي عليه السلام في كربلاء المقدسة. وقال مدير إعلام المديرية العميد جودة عبد الرحمن إن فرق الإنقاذ انتشل 7 جثث جراء انهيار القطارة، متوقعا وجود جثة أخيرة تعود لامرأة تحت الركام. وأشار أن عمليات البحث مستمرة منذ اللحظات الأولى للانهيار ولغاية هذه اللحظة، مؤكدا أن أكثر من 30 فرقة إنقاذ متواجدة في الموقع. وإلى تعازي الدول العربية والإقليمية بشأن حادثة قطارة الإمام علي عليه السلام في محافظة كربلاء المقدسة، حيث عزت الجمهورية الإسلامية الإيرانية العراق حكومة وشعبا بالحادثة الأليمة والتي أسفرت عن عدد من الضحايا والمصابين. وأعربت الجمهورية الإسلامية عن مواساتها لأسر الضحايا والشفاء العاجل للمصابين. من جانبها، أعربت جمهورية مصر العربية عن عميق التعازي وبالغ المواساة للشعب العراقي إثر حادث الانهيار الترابي في مزار القطارة بمحافظة كربلاء المقدسة،
مؤكدة تضامنها الكامل مع العراق في هذا الحادث المفجع. من جهتها أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن أحر التعازي وصادق المواساة للشعب العراقي بضحايا حادثة الانهيار الترابي في محافظة كربلاء المقدسة. هذا وأعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن تعازيها للعراق حكومة وشعبا جراء حادث الانهيار الترابي في محافظة كربلاء المقدسة الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والإصابات، مؤكدة تضامنها ووقوفها إلى جانب العراق على إنجاح جهود إنقاذ الجثث المحاصرة تحت الركام. من جانبها عزت سفارة الأمريكية في بغداد الشعب العراقي بحادثة انهيار التل الترابي قرب قطارة الإمام علي عليه السلام، مؤكدة أن الولايات المتحدة تشيد بجهود فرق الدفاع المدني وقوى الأمن لإنقاذ المحاصرين تحت الركام. إلى ذلك أعربت السفارة الألمانية في بغداد عن أسفها وتعازيها للشعب العراقي جراء حادث انهيار قطارة الإمام علي عليه السلام في محافظة كربلاء المقدسة والتي راح ضحيتها عدد من المواطنين. مشاهدينا للحديث أكثر ينضم معنا في المرصد الخبري المتحدث باسم فرع جمعية الهلال الأحمر في كربلاء المقدسة السيد غانم عبد الزهرة. تحية طيبة ومساء الخير، حدثنا عن آخر المستجدات وهل بقي لهذه اللحظة جثث تعود لزوار كانوا في مزار قطارة الإمام علي عليه السلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نعزي أسر الضحايا بهذا المصاب. حقيقة تواصل فرق الإنقاذ والإخلاء من قبل جمعية الهلال الأحمر العراقي عملية متابعة إخلاء الجثة الأخيرة للفتاة اللي تحت الأنقاض والمستمرة منذ ظهر اليوم ولحد الآن نتيجة كميات الكبيرة من الركام والأتربة التي سقطت أثناء عملية الانهيار المقطرة. الحقيقة جمعية الهلال الأحمر العراقي منذ الساعات الأولى واصلت عملية الإخلاء والإنقاذ عن طريق الفرق المتخصصة. تم إقامة نصب ثلاث خيم لاستيعاب الفرق وكذلك الحالات النفسية، بالإضافة إلى وصول خمس سيارات إسعاف من المقر العام لجمعية الهلال الأحمر العراقي في بغداد إلى قطارة الإمام علي، وساهمت في عملية نقل عدد من جثث الضحايا خلال اليومين الماضيين، وخلال هذا اليوم تم نقل أحد الضحايا. نعم. طيب، كم بلغ عدد الجثث بالإجمال؟ وهل هنالك لغاية هذه اللحظة التي نتكلم فيها مع حضرتك، هل هنالك بحث وتحري عن جثث أخرى لا زالت موجودة وعالقة تحت الركام؟ سيد غانم، أنا أسمعك بكل الأحوال. انتشال لحد اليوم سبع جثث. نعم. 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 إلى الآن. بإمكانك أن تقرب المايك وتتكلم. هذا اليوم. نعم. وبقي جثة واحدة وهي هذه اللي. نعم. نعم، تم انتشال سبع جثث منذ اليوم الأول ولحد اليوم. اليوم تم انتشال جثتين الساعة 10 والساعة 11 صباحا. نعم. وبقيت جثة واحدة، هاي ان شاء الله خلال الساعات الأخيرة يتم انتشالها، لأن وصلت إلى عمليات الحفر وعمليات رفع الأنقاض ساعات متواصلة منذ بعد ظهر اليوم ولحد الآن، إن شاء الله يعني الساعات القريبة إن شاء الله. طيب، هل هنالك من معوقات تقف يعني بوجه عملكم، خصوصا أنه المزار ليس له سوى باب واحد، فأكيد هذا واجهت مشاكل في هذه النقطة تحديدا. نعم. صعوبة تضاريس المنطقة كذلك. طبعا هي دخول الآليات كان طبعا دخول الآليات والمكان ضيق المكان حال دون عملية التسريع بعملية الإنقاذ، كذلك عملية الانهيارات اللي صارت بعض الكتل الكبيرة صعب يعني إخراجها وتقطيعها، كانت تستمر عدة ساعات عملية التقطيع وبالتالي رفع الركام. المكان ضيق بالإضافة إلى الخوف من انهيارات أخرى، كان العمل يكون دقيق جدا، وبالإضافة إلى ذلك يعني عملية الدخول والخروج وهذا الجو الحار أثر كذلك يكون في دقة في عملية الإنقاذ. احنا فرقنا متخصصة، كان عندنا ثلاث فرق
فريق الإخلاء والإنقاذ ليتم عملية النقالات بنقل المصابين وكذلك الجثث إلى سيارات الإسعاف. فريق الإسعافات الأولية اللي قدم المساعدات للمصابين اللي تم إخلاءهم في اليوم الأول، وفريق الدعم النفسي اللي قدم الدعم النفسي للمصابين اللي خرجوا باليوم الأول، وكذلك للعوائل الموجودة المتواجدة، بعض الحالات الإغماء، بعض الحالات الانهيار النفسي نتيجة الانتظار وساعات الطويلة هذه 3 أيام فصعب مصيبة، فيتم تقديم الدعم النفسي. عندنا فريق متخصص بالدعم النفسي قدم الدعم النفسي لهذه العوائل. نعم. طيب، يعني أسأل حضرتك أيضا عن عدد الفرق اللي شاركت في عمليات الإنقاذ، ربما ذكرت في معرض كلامك أنه 3 فرق، هل من فرق تطوعية شاركت إلى جانب هذه الفرق الـ3؟ نعم نعم، احنا بالهلال الاحمر عندنا كادر موظفين وكادر متطوعين، فعندنا فريق كامل من المتطوعين والموظفين، تم استنفار كامل كادر فرع كربلاء بالاضافه الى الدعم اللي وصل من المقر العام، كادر متخصص بالدعم النفسي وكذلك عجلات الاسعاف، تم دعمنا ب5 عجلات اسعاف في اليوم الاول اللي ساهمت في نقل عدد من جثث الضحايا الى مستشفى المدينه. اشكركم سيد غانم عبد الزهرة وتحيه طيبه لكم، شكرا جزيلا. شكرا. يستذكر المؤمنون ذكرى الأليمة للتفجير الإرهابي على مرقد الإمامين العسكريين عليهم السلام بسامراء في 23 من محرم عام 1428 للهجرة، واستمر تنظيم القاعدة الإرهابي في حينها بعملياته الإرهابية المستهدفة لمراقد الأئمة، حيث لحق تفجير مرقد الإمامين العسكريين عليهما السلام تفجير المنارة الخاصة لمرقدهما الطاهر. بقلوب يعتصرها الألم والحزن أحيا المؤمنون الذكرى 16 لجريمة تفجير مرقد الإمامين العسكريين عليهم السلام في سامراء. المؤمنون ثمنوا حكمة المرجعية الدينية في احتواء الفتنة التي استهدفت وحدة العراقيين. لنتابع. في تلك الصبيحة السوداء انطفأ بريق قبة العسكريين الذهبية وتهاوت إلى المرقد الشريف بأياد توارثت الحقد الأموي والغلة العباسية، لترتكب جريمة مست مشاعر المؤمنين في ذكرى تفجير قبة الإمامين العسكريين عليهم السلام في سامراء المقدسة. يفتح الجرح الذي لم يندمل في ساعة تهاوت القبة وتهاوت معها القلوب، هي تلك الزمرة التي تآمرت على أخ الرسول في سقيفة الانقلاب على الشرعية الإلهية، هي ذات الأيادي الضالة التي كسرت ضلع البتول، هي تلك الخيول الأعوجية التي رضت أضلعاء سبط الرسول الأعظم، أحفاد ابن سعد والشمر وبقية العصابة التي جاهدت الحسين. جريمة دبرتها أيادي التطرف الإرهابي من القاعدة وما لف لفها، جريمة أريد لها أن تحرق اليابس والأخضر، لكن عبثا من يحاول أن يمس وحدة المسلمين. وما إن وقعت الحادثة حتى انبرى حكماء القوم فاجتمع المراجع العظام لدرء الفتنة وتدارك الأمور قبل أن تخرج عن نصابها، حكمتهم تفجرت فكان وقعها أكبر من غل الإرهابيين، حكمة ردتهم إلى نحورهم خائبين منكسرين أمام وحدة العراقيين في مواجهة التحديات. المؤمنون يحيون هذه الذكرى بالعبرة والعبرة، الحزن على ملامحهم وفي خافقهم تأكيد على حماية المقدسات وعدم المساس بها. واليوم عصا الحكمة ابتلعت عصا سحرة الإرهاب، وعاد البريق الذهبي إلى سيرته الأولى بسواعد المضحين من حماة الدين والوطن، عاد مرقد العسكريين يحتضن الزائرين من كل بقاع أرض المؤمنين.
أعرب مواطنون في الذكرى 16 لتفجير مرقد الإمامين العسكريين عليهما السلام عن استنكارهم ورفضهم القاطع لهذه الجريمة النكراء، وأشاد آخرون بالجهود المبذولة للإسراع في بناء الروضة العسكرية المقدسة. تقرير عمر السامرائي. يستذكر العراقيون في مثل هذا اليوم الاعتداء الجبان الذي طال المرقدين العسكريين عليهم السلام في سامراء من قبل العصابات الإرهابية، حيث عبر أهالي المدينة عن رفضهم القاطع لمثل هذه الأعمال التي حاول أعداء العراق من خلالها زج الفتنة بين أبناء الوطن الواحد. يستذكر اليوم العراقيين وخصوصا أهالي سامراء التفجير الإجرامي، وهذا المرقد الشريف يعتبر رمز لأهالي سامراء وللعراقيين عامة، ونجب وندين هذا العمل الإجرامي. وفي أعقاب الاعتداء الأثيم سرعان ما شهدت العتبة العسكرية المطهرة مراحل إعادة إعمار الروضة العسكرية الشريفة، ومنها بناء القبة الطاهرة وباقي أروقة المرقد المقدس بما يتلاءم مع مكانته التاريخية وروحانيته وعمقه التاريخي، ليفتتح أبوابه وبشكل يومي أمام الزائرين من العراقيين من مختلف المحافظات وباقي الدول الإسلامية. تمر علينا ذكرى استهداف مرقدي الإمام العسكريين عليهم السلام، هذه الذكرى المؤلمة ليس فقط على مدينة سامراء بل على العراق أجمع، ونحن كمواطنيون سامرائيون نستنكر هذا العمل الجبان ونطالب من الجهات المعنية بكشف ما وراء هذه الجريمة. ويشهد المرقدين الطاهرين شهريا احتضان آلاف الزائرين من مختلف المحافظات العراقية والدول الإسلامية الذين يتبركون ويرفعون أيديهم بالدعاء للعراق والعراقيين. من صلاح الدين، عمر السامرائي، الفرات. هذه الجريمة الشنعاء التي ملأت قلوب المؤمنين قراحا من هول المصيبة كانت لها إدانات كبيرة وواسعة من قبل مراجع الدين العظام، وكأنهم تنبؤوا الأحداث قبل 15 عاما، حيث أدان المرجع الأعلى الإمام السيستاني تلك الجريمة الآثمة، وأكد أن الكلمات قاصرة عن إدانة هذه الجريمة النكراء التي قصد التكفيريون من ورائها إيقاع الفتنة بين أبناء الشعب العراقي ليتيح لهم ذلك الوصول إلى أهدافهم الخبيثة. وكان حينها قد أدان المرجع الكبير السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره تلك الجريمة العظيمة التي قامت بها مجموعة من النواصب من الإرهابيين التكفيريين بجريمة كبرى في الاعتداء على مقام الإمامين العسكريين بتفجير ونسف القبة الشريفة. ودعا المؤمنون في كافة أرجاء العراق وسائر أنحاء العالم إلى القيام بالمسيرات الاحتجاجية السلمية. المرجع الشيخ بشير النجفي دام ظله قال في بيان إدانته: كشفت الزمر التكفيرية والفئات المتعاونة معها عن واقعها باعتدائها على مرقدي الإمامين العسكريين عليهم السلام، وينبغي أن يعلم الجميع أن هذه الزمر المجرمة تحاول جر شيعة آل البيت إلى الانتقام لتشتد الفوضى في البلاد. قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي كان قد أكد في بيان إدانته أنه مرة أخرى بهرت أيادي الفتنة وسددت خنجرها المسموم إلى جسد الأمة الإسلامية وارتكبت جريمة شنيعة أخرى، واعتبر أن حادثة الانفجار في سامراء وانتهاك حرمة المرقد الطاهر للإمامين العسكريين عليهم السلام لم تجرح مشاعر الشيعة وحسب، بل وضعت العالم الإسلامي أمام مؤامرة عظيمة هدفها إثارة حرب أهلية في العراق. وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في القمة الخماسية للزعماء، حيث تناقش القمة مجموعة من الموضوعات التي تهم المنطقة منها الأمن الإقليمي والتعاون المشترك والتشاور في الموضوعات المشتركة والتكامل الصناعي. وسيبحث الزعماء أيضا ملفات الطاقة والاستثمار والتغيرات المناخية.
وتستضيف مصر قمة عربية مصغرة بحضور قادة 5 دول، هم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى. عدة ملفات محلية وإقليمية تحملها حقيبة الكاظمي خلال مشاركته القمة الخماسية، حيث يؤكد الكاظمي للقمة العربية المصغرة سعي الحكومة العراقية على المضي بدعم الحوار بين الأشقاء في المنطقة وحرص العراق على الاستمرار بسياسة التوازن في العلاقات والاستقرار الأمني في البلد، فضلا عن عزمه في تعزيز دوره ومكانته عربيا وإقليميا ودوليا لما فيه مصلحة الشعب العراقي وشعوب المنطقة والعالم. عدة مواضيع مهمة تناقشها القمة الخماسية العربية في مصر من أجل التوصل إلى اتفاقيات مشتركة في مجالات الطاقة والاستثمار والتغيرات المناخية التي يلعب فيها العراق دورا محوريا لإدامة العلاقات المشتركة. صباح حكيم والمزيد. إلى مصر، حيث المشاركة بالقمة الخماسية وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قمة تضم العراق ومصر والإمارات والأردن والبحرين في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين هذه الدول. ويسعى العراق لتمتين علاقاته مع الأشقاء العرب وتوسعة نطاق اندماجه مع عمقه العربي، ومن خلال الانفتاح أكثر على الأشقاء ومناقشة مجموعة من الموضوعات التي تهم المنطقة ومنها الأمن الإقليمي والتعاون المشترك. العراق في الماضي كان يتصدر النفوذ العربي والإقليمي، وأنا أعتقد بأن هذه الفرصة ذهبية بالنسبة لصناع القرار في داخل المطبخ السياسي من أجل إرسال رسائل إيجابية لجميع دول المنطقة، الاعتبار بأن العراق اليوم هو يسعى لأن يبني علاقات متوازنة والانفتاح على جميع دول العالم بشكل أو بآخر. وخلال فترة وجيزة حجز العراق مكانته الاعتيادية في المحافل الدولية والعربية، وكان محط اهتمام إقليمي ودولي، وشارك بفعالية في التأثير على بعض الملفات الدولية المعقدة، كما وساهم بتقريب وجهات النظر في القضايا الخلافية بين الدول. مع استتاب الأمن القومي والأمن الوطني أصبح العراق باستطاعته أن يعيد مكانته الريادية في قيادة الأمة وفي قيادة جمع من الدول العربية المجاورة. استطاع من خلال جولات المكوكية للسيد رئيس الوزراء وبعض السادة المسؤولين تقارب وجهات النظر بين دول متقاطعة سياسيا وفكريا وحتى إقليميا. وسيبحث الزعماء في القمة الخماسية في مصر ملفات الطاقة والاستثمار والتغيرات المناخية، وهي ملفات تأثر فيها العراق بصورة كبيرة مع الأزمات التي يتعرض لها نتيجة التغيرات المناخية ومنها التصحر والجفاف، فضلا عن حاجته لاستثمار علاقاته بمحيطه العربي في توفير الطاقة الكهربائية ومن خلال التعاقدات المشتركة. صباح حكيم الفرات، بغداد. أفاد مصدر سياسي عن استئناف حوار قادة القوى السياسية نهاية الأسبوع الجاري. المصدر قال إن حوار قادة القوى السياسية سيستأنف نهاية الأسبوع الجاري لاستكمال المباحثات فيما يخص تشكيل الحكومة والانسداد السياسي الراهن. يأتي ذلك بعد أن اتفق قادة القوى السياسية في اجتماع القوى على استمرار الحوار الوطني من أجل وضع خريطة طريق قانونية ودستورية لمعالجة الأزمة. من جانبه، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان على أهمية اعتماد السياقات الدستورية والقانونية لحلحلة الأزمة السياسية الحالية. جاء ذلك خلال استقبال زيدان نقيب الصحفيين مؤيد اللامي برفقة نخبة من الصحفيين والإعلاميين، وبحث معهم أهمية دور الإعلام كسلطة رابعة في نشر الحقائق كما هي أمام الرأي العام.
وشدد زيدان على ضرورة تعزيز ثقة المواطن بالقضاء الذي يقف على مسافة واحدة من الجميع ويحكم باسم الشعب ويطبق القانون بحسب الدستور والتشريعات النافذة اعتمادا على ما يتوفر من أدلة ووقائع لا على ما يطلق من شائعات وأقاويل. وأكد أن الحملات الإعلامية ضد القضاء والضغوطات السياسية لن تطني القضاة عن مواصلة عملهم في إحقاق الحق ووفق ما تفرضه القوانين. أكد عضو ائتلاف دولة القانون وائل أركابي أن الإطار التنسيقي لم يصدر ردا رسميا على دعوة السيد مقتدى الصدر لمناظرة سياسية. أركابي أكد وفي تصريح له أنه أساس موضوع المناظرة مجهول وأساس المناظرة يكون لكشف شيء معين، مستدركا أنه إذا كان ولا بد من المناظرة فلا بأس بها، ولكن شرط أن يذعن أحدهما للآخر في التوجه للقانون والدستور وأن لا تكون نتائجها تخرق القانون ولا الدستور. استقبل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت وبحث معها آخر التطورات السياسية في البلاد. وقال مكتب البارزاني في بيان له أنه جرى في الاجتماع تبادل وجهات النظر حول الوضع السياسي وسبل الخروج من الأزمة السياسية في البلاد، مشددين على أهمية حل المشاكل والأزمات في العراق بالحوار وضمن إطار الدستور. من جانبه كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد قاسم عن إمكانية عودة الحوارات الإيجابية بين القوى المختلفة وذلك من خلال الزيارات التي بادرت بها قوى الإطار عن طريق العامري. نرى بأن خطاب الإطار التنسيقي في الآونة الأخيرة خصوصا الرباط التي قام بها السيد هادي العامري كان له أثر إيجابي على جميع القوى، أثر إيجابي سواء كان داخليا حتى خارجيا، فبالتالي هذه أعطى بادرة أمل. يجب أن نستثمر هذه البادرة الأمل في سبيل تقوية العلاقات فيما بيننا. ما الضرر إذا مثل السيد هادي العامري الإطار؟ هل هو خارج الإطار؟ هو أحد الأقطاب الرئيسة للإطار. أعرب مواطنون عن امتعاضهم بسبب التأخير في تشكيل حكومة الخدمة الوطنية وتعطيل الأمور اليومية، مطالبين الجهات السياسية بالجلوس حول طاولة الحوار للخروج من الأزمة السياسية. أحمد السيدي. مع تصاعد وتيرة الأزمة السياسية وتعطيل البرلمان وعدم تشكيل الحكومة المرتقبة التي كان ينتظر منها إخراج البلاد من دوامة الأزمات الكثيرة التي تعيشها، تزداد معاناة المواطن وتستمر مأساته. فسوء الأوضاع الاقتصادية والخدمية والأمنية مع كثرة التحديات الخارجية والداخلية تحمل القوى المختلفة مسؤولية الخروج مما وصلت إليه البلاد. من ينظر على أن الحل سيكون حل باتجاه التماس والتضاد لن يكون هذا واقعيا، لأنه لا المجتمع الدولي يريد أن تهدم العملية السياسية ولا الفرقاء السياسيين يريدون تهديم العملية السياسية والبدء من الصفر. والأهم هناك الآن وحدة مكوناتية كبيرة جدا، بالجهة الأولى هناك الإطار بكل تفاصيله قد توحد بأجنحة السياسية والعسكرية، توحد بكلمة واحدة، السنة كذلك، الكرد كذلك. إذن لن يبقى سوى الحوار، طاولة الحوار، ورددناها ونعيد مبارك الكلام. وعلى الرغم من تحدث المصادر عن إمكانية استئناف الحوارات بين الكتل المختلفة مع نهاية الأسبوع، يؤكد مراقبون على أن الحوار مع التشبث بالمصالح الشخصية لن يوصل البلاد إلى بر الأمان، فالخروج من نفق الأزمة مرهون بمدى وضع الكتل مصلحة البلاد فوق جميع المصالح. هناك حلقة مفقودة في الحوار ما بين الأطراف السياسية المختلفة، إضافة إلى الحلقة السابقة التي هي عدم الثقة ما بين المكونات، وبالتالي نحن يجب أن نبحث عن هذه الحلقة. الحلقة أعتقد عن طريق الحوار المعمق والحوار المثمر والحوار الذي يضع بين يديه الذي يضع بين يديه أو بين عينيه العفو مصلحة الشعب، مصلحة العراق
ممكن أن نصل إلى النهاية. فيما يدعو كثيرون إلى ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة وإعادة جلسات مجلس النواب وترك العناد السياسي لتشكيل حكومة الخدمة المرتقبة والتي ينتظر منها تحقيق طموحات المواطن. إذا لا حل للأزمة الحالية بحسب مراقبين إلا بالحوار وتجاوز الخلافات، فضلا عن أهمية تقديم التنازلات للوصول إلى حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات. لقناة الفرات أحمد الزيدي بغداد. للمزيد مشاهدينا الكرام ينضم معنا في المرصد الخبري المحلل السياسي سيد حسين الكناني، مرحبا بكم. مرحبا بكم وبمشاهديك الكرام. أهلا ومرحبا. كيف تنظرون إلى استمرار الانسداد السياسي وكذلك إلى المواقف؟ لا ينبغي الاستمرار بهذا الطريق، خصوصا أن مسألة الانسداد السياسي سوف تكون له آثار سلبية على حياة المواطنين بالإضافة لمؤسسات الدولة. لا خيار أمام القوى السياسية، وهذا ما ترشح من الإجماع الذي عقد عندما برئاسة رئيس الوزراء. بالتالي كان هنالك إجماع على ضرورة الحوار، وهذا الحوار هو الطريق الوحيد لحل الأزمة. إصرار القوى السياسية على عدم الحوار وفرض الشروط بهذه الطريقة أعتقد لا تكون مثمرة، وبالتالي البحث عن المشتركات، خصوصا وكما ذكرنا أنه الانسداد السياسي يشكل أزمة حقيقية للعملية السياسية وبالتالي يعطل الحياة المدنية بشكل كامل. مخرجات الحوار الوطني اللي تكلمت عنها حضرتك الآن ممكن أن تكون خريطة طريق لتفاهمات مستقبلية؟ الحوار هو الطريق الوحيد أمام القوى السياسية، هذا ما ذكرته حتى ممثلية الأمم المتحدة، بالإضافة أنه لا يوجد سبيل آخر غير الحوار. حتى لو أردنا أن نحقق ما أراده التيار الصدري أو السيد مقتدى الصدر، مسألة حل البرلمان ومسألة إعادة الانتخابات أيضا لابد أن تكون هنالك مقدمة، وهي أن تعقد جلسات البرلمان وبالتالي تبحث هذه القضايا داخل قبة البرلمان بعيدا عن وسائل الإعلام، كذلك بعيدا عن التأثيرات التظاهرات وتأثيرات الجماهير الضاغطة على القرار السياسي. نعم، وهل هنالك الآن محاولات للتفاوض والجلوس على طاولة حوار واحدة تجمع كل الأطراف السياسية؟ يعني أعتقد هنالك تغير بموقف التيار الصدري من خلال ما أعلنه السيد مقتدى الصدر من خلال تصريحته بأنه يرغب بأن يكون هنالك حوار معلن عبر وسائل الإعلام، وبالتالي هذه خطوة وإن كانت يعني لا تكون بهذه الطريقة، يعني حل المشكلة لا يكون من خلال المناظرات ومن خلال وسائل الإعلام، وإنما من خلال المناقشات الجادة. بالتالي القبول بالحوار أعتقد أن هذه خطوة باتجاه الصحيح، ضرورة أن تكون هنالك مشاركة حقيقية من بقية المكونات. اليوم هنالك نوعا ما تفرج من بقية المكونات، هم لا يتدخلون، يعتبروه أن هذا الشأن شيعي، وأعتقد أن هذه المسألة خطأ كبير من بقية المكونات. هذه مسألة تتعلق بكل مكونات الشعب العراقي، وبالتالي لابد أن يكون لهم رأي واضح وتأثير واضح على ضرورة الدفع باتجاه حوار يشمل جميع الأطراف. وهل هنالك حاليا إمكانية لتشكيل حكومة الخدمة الوطنية؟ الإمكانية موجودة في حال أن عقد مجلس النواب وتم اختيار رئاسة الجمهورية بالإضافة تسمية مرشح الإطار التنسيقي. الإبقاء على هذه الحكومة أعتقد هذه مسألة مرفوضة من قبل الإطار التنسيقي. نعم. لأن حكومة تصريف أعمال منقوصة السيادة، نحتاج حتى تكون هنالك مقدمات صحيحة، نحتاج إلى حكومة كاملة الصلاحيات حتى يترشح عنها قرارات صحيحة. طيب، أشكركم المحلل السياسي الأستاذ حسين الكناني، وتحية طيبة. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا. بعد ارتفاع أعداد العاطلين من الخريجين وقلة فرص العمل في القطاع الحكومي، لجأ ياسر وزوجته إلى فتح معهد لتقوية التلاميذ ورفع مستواهم الدراسي، حيث تحول المعهد إلى مؤسسة تعليمية متكاملة لإعطاء الدروس الخصوصية من مرحلة الحضانة إلى الإعدادية. نورة السعيد توافينا بالمزيد من التفاصيل. يلا مودة. يلا مودة.
فجأة وفي خضم الأزمات المعيشية والبحث عن مصدر رزق ثابت ومضمون، قدحت فكرة في رأس أحد الزوجين رفاه وياسر، لماذا لا ندير مشروعنا الخاص؟ وكانت الإجابة أي هذا المكان. قعدنا أنا وشركة حياتي ليلة من الليالي شتوية الباردة، فطرحت علي الفكرة، والله أنا يعني هذا الحكي كله دا أحكي أمانة يعني كل صراحة. قعدنا وقالت لي الفكرة أنه أنت عندك شهادة وتقدر تدرس باختصاصك، وأنا كذلك عندي شهادة ودارسة ومتخرجة وأقدر أمارس هاي المهنة، ليش ما نفتح هيك مشروع؟ فأخذناها بغرفة ببيت بالبداية، لحد ما شوية شوية الله وفقنا بهالموضوع وصار النصيب. طبعا هي فكرتها هي العقل وأنا العضلات فيها. توجت رفاه سالم وياسر جاسم جهدهما الدؤوب بمعهد ذائع الصيت، استقطب أيد عاملة من مدرسين وإداريين بعد ازدياد الإقبال عليه من قبل الطلاب في منطقة الوشاش والمناطق المحيطة بها. أنا خريجة جامعتين، جامعة علوم كيمياء وقانون، وماكو وظائف أكيد يعني بالحكومة ماكو وظائف، فكنا مضطرين أن نفتح هذا المشروع. بالبداية واجهنا هواية صعوبات، بس أهلي وأهل زوجي هواية دعمونا. هذا المكان يعد مؤسسة متكاملة تقدم خدماتها من مرحلة الحضانة إلى المرحلة الإعدادية. صار لنا 3 سنين بهذا المعهد من بلشنا ندرس، والحمد لله والشكر نحقق نسبة نجاح 85-95%، وعندنا طلاب ويانا من أول ما بلشنا لحد الآن بمختلف المراحل، نحاول بأبسط الطرق حتى توصل المعلومة للطفل أو للطالب مهما كان عمره، مهما كان مستوى ذكاء مستوى فهمه للمادة. عندنا خضروات محتفظين بينا. مع اقتراب موعد بدء الموسم الدراسي الجديد تزداد الإعلانات عن معاهد التقوية التي تتعهد برفع مستوى الطلبة وضمان نجاحهم، إلا أن هذه المعاهد ليست كلها كهذا المكان الذي أسسه زوجان عصاميان قررا البدء بمشروعهما الخاص من الصفر. نورة سعيد، بغداد، الفرات. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.